قضية تانية، وده برضو جزء من نتاج هذا المجتمع، اللي هو التعصب الرياضي. قعدت انا ادور على الحاجات عشان نشوف ايه اللي نقوله في التعصب الرياضي ده، لقيت انه فعلا احنا من المجتمعات اللي فيها تعصب عالي جدا، المجتمعات العربية يعني كتوجه عام. وطبعا احنا بس بنخاطب الناس، انا مش عايز ادخل في تفاصيل واعمل لكم برزنتيشن والكلام، بس انا بقول ايه، بكرة اي حد بيتفرج على الماتش يتفرج بروح انك تشجع فريقك مش تشتم الفريق التاني. يعني مش شجع فريقك زي ما انت عايز، بس ليه تشتم الفريق التاني؟ ليه تهين حد بابوه او امه؟ ده كوره، دي بتاع منفوخه هوا، ما فيش حاجه اكتر من كده. يعني الاهلي فاز بالتوفيق، الزمالك فاز بالتوفيق، يعني احنا فخر لينا ان الفريقين مصريان. خلاص هو ده، هي دي الجايزه. مش راح بقى ويقول لك ايه التعبير، يقول لك يحفلوا على بعض، يعملوا حفله على بعض، ولا حفله ولا بقى. يا عم الف مبروك. طبعا انا مش عايز ابقى يعني ايه الراجل يعني دمي سم وبخلي الناس ما تنبسطش وما تفرحش والكلام ده، لا نفرح نفرح وكل حاجه، بس يعني حاول قدر الامكان ان احنا ايه، خلينا في اطار المداعبات اللطيفه، خلينا في اطار يعني الحاجات الايجابيه. فانا بناشد يعني من يعني الامر، اخوانا والله دول مصريين ودول مصريين، ودول ولاد حلال ودول ولاد حلال، ودول ولادنا ودول مات ولادنا. احنا كل اللي بنطالب بيه انه نتعامل مع الناس بما يليق بينا. عشان كده بنقول للاعلام الرياضي، ارجوكم ما تسخنوش الدنيا فوق ما نطيق. القائمين على شؤون اللعبه وبالذات بتوع الزمالك، عشان هم عندهم راجل يعني رئيس الزمالك ده ممكن يولع الدنيا في بعضها، فما يعني ما نتكلمش كتير في سكه انه في، ما تعملش ترامب يعني وتوقع الناس في بعضها. يعني نحاول نخلي الناس تهدى. ثالث حاجه اللعيبه في الملعب، ما انتوا ما تقعدوش بقى تشتموا بعض وتعملوا حركات لا تليق بيكم ولا تليق بينا، يعني مش منطقي برضه. ففي الاخر حضراتكم بتعبروا عن مصر، فاحنا عايزين نشوف رقي، وبتدوا بقى قدوه يا حسنه يا قدوه سيئه ليه الشباب بيتفرج عليكم. اتنين يضربوا بعض في الملعب، طب ما خلاص، ما انت كده بتشرع يعني بتدي اطار شرعي لان اي حد يضرب اي حد. واحد انا اسف يعني يبصق ده بالعام يعني يتف على واحد تاني، لا طب معلش يا اخوانا انا اسف يعني، لا دي لازم تكون ليها عقوبه شديده جدا، عقوبه مغلظه، لان يعني انت مره تانيه بتشرع جاي من كلمه شرعيه، يعني بتخلي ده شرعي بقى، ما هو تف عليه والموضوع عادي هو. طب لا ما فيش لا تفيه لا تفافه ولا شتيمه ولا ضرب ولا الفاظ خارجه ولا سباب ولا الكلام ده، كل ده لا يليق بيكم ولا يليق بينا، وارجوكم ما تنشروش بيننا ثقافه سلبيه لا نريدها. وبرج القاهره النهارده انار البتاع، قال لك لا للتعصب، واحنا فعلا مش عايزين تعصب، احنا على الشاشه اهي، احنا مش عايزين تعصب، احنا عايزين رقي، عايزين ابذل قصارى جهدك، ركز في شغلك، ركز في المطلوب منك وربنا يوفقك. انا والله انا اهلاوي، بس اقسم بالله لو الزمالك فاز عن استحقاق الف مليون مبروك والله، بنيه صافيه وبقلب راضي. لو ما هي ما اجتهاد في الاخر، اجتهاد. وقعد يقول لي في حظ، طبعا في حظ، اكيد في حظ، يعني اراده ربنا هتروح فين. لكن في نفس الوقت اللي يفوز خلاص مبروك، ما هو راجل هيصفر وفي حد فاز وحد خسر، حظنا ان الحمد لله ده مصري وده مصري. وما دام الموضوع ليه مصر، مصر اكبر من الاثنين، محدش يقول لي مصر، يقول لك اصل الزمالك هي مصر عندي، لا الزمالك مش هو مصر عندك، ولا يقول لك الاهلي هو مصر، لا المصر مصر ده الكيان الجامع للكل. هو بقى مصر ده اهلي ما زمالك محله اسماعيلي، ده موضوع تاني، دي قضيه تانيه خالص بقى، دي مستوى يعني مصر دي كده فوق مثلا في الدور العاشر في اهميتها عندنا عاليه جدا، وبعدين بقى في الدور التاني تحت خالص كده، يعني انت بقى واحد من الدمياط والتاني من الدقهليه والتالت من المنيا، دي كلها ده اسباب جغرافيه مفيش فيها فضل لحد على حد، ده بيشجع اهلي ده بيشجع زمالك، ده ابوك اهلاوي فعياله كلها اهلاويه، وده زملكاوي، ده موضوع تاني ده ما. لكن ما تقوليش مصر هي الاهلي او مصر هي الزمالك، لا 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 يقينا، لا يقينا غير منطقي. المنطقي انه الاهلي فريق مصري محترم، الزمالك فريق مصري محترم، نتمنى ان هم يبينوا لنا هذا الاحترام في الاداء في السلوكيات في الاخلاقيات، الناس ما تسخنش الدنيا، ما تستخدمش الفاظ او سلوكيات غير لائقه، لانه الدنيا كلها بتتفرج علينا. وانا بيني وبين حضراتكم انا ولا فارق معايا الدنيا كلها، انا فارق معايا الشباب اللي في مصر. ليه؟ انا راجل بدرس في الجامعه فبشوف، يعني قصدي انا مش ايه اللي هو يعني، لا ما انا بشوف
بشوف الطلبه اللي بتزعق وبتخانق وبتاع، طب هو جايبين الكلام ده منين؟ ما هم جايبين الكلام في وسط المحاضره، تلاقي حاجات غريبه الحمد لله ما بيحصلش معايا يعني، بس قصدي يعني تلاقي ناس متحوله للتحقيق ومش عارف ايه. طب ايه يا اخوانا في ايه؟ اقول لك الطلبه ما بيسمعوش كلام حد وما بيحترموش حد ومش، طب هم جايبين الكلام ده منين؟ نقل اخلاقيات الشارع للمدرج الجامعي. طب وبعدين؟ طب احنا هنعيش مع بعض ازاي؟ تمام. في بقى لقاء